مع قدوم شهر رمضان تتعالى أصوات الباعة وتنتشر الروائح الزكية وتعم البهجة في كل مكان. لكل منطقة في سوريا عاداتها وطقوسها الخاصة، لا سيما في شهر رمضان، إذ يخرج الناس للتسوق منذ ساعات الظهيرة ونشاهد أنواعا خاصة من الطعام لم نرها قبل رمضان. القامشلي واحدة من المدن السورية التي تحتفي بشهر رمضان من خلال أجواء خاصة، فتسمع جلبة بائع العرق سوس وتشاهد بسطات المعروك والقطايف وتلاحظ تنوع المشروبات. إقبال أهالي المدينة على التسوق ضعيف مقارنة مع ما كان عليه الوضع سابقا بحسب تجار المدينة وأصحاب محالها، فالأوضاع الاقتصادية الصعبة ألقت بظلالها على قدرة المواطنين الشرائية، لكن ذلك لا يمنع من إعمار مائدة الإفطار بأشهى العصائر والمأكولات الرمضانية والاستمتاع بأجواء العائلة والتفافها حول مائدتي الإفطار والسحور.